في حادثة طريفة تحمل الكثير من الغرابة، أنجبت قطة في عمان جروين من صغار الكلاب. القطة التي ترضعهما وتخاف عليهما من الهواء كادت أن تمنع فريق الام بي سي من الاقتراب منهما، إلا أن الزميل عماد العضيلة استطاع إغراء القطة بعلبة تونة ليوافينا بقصة القطة أم الجراء. إليكم التفاصيل. قد يضع الله الحنان في قلب قطة لترضع جراء كلب، أما أن تكون القطة هي الأم الأصلية لهما فهذه قصة أكدها صاحب هذه القطة الذي غاب عنها وهي تلد ليجدها تحتضن جروين لا قطتين. أنا أفكرهن قطط والله أول مولدتهن، لما كبرن شوف هذا سبحان الله على كلب، يعني ما هو مو قط، هذا كلب. والثاني هذا مو مبين، مو مبين لسه، بس لا هو لا قط ولا كلب. العلم وحتى المنطق يرفضان تزاوج الكلب والقطة لاعتبارات كثيرة، والقطة بحنانها ما تزال تؤكد أنها الأم البيولوجية لهذان الجروان. حتى لو صار حمل وإحنا جبنا الجنين وحطيناه في قطة، جنين كلب، ما راح يتصير حمل لأنه جسم القطة راح يرفضه. فالفيصل بينه هو اللي هو ناخذ عينات دم من هذول المواليد ونفحص عدد الكروموسومات فيهم ونتأكد منهم. عهد جديد وجسور حنان مدت ما بين ألد الأعداء القطط والكلاب ليمتزج المو بالعو. ورغم رفض العلم لذلك إلا أن الله قادر على أن تلد أرحام القطط صغار كلاب. من سنين العدائية وحرب الكر والفر الدائرة ما بين القطة وموائها والكلاب وعوائها قلبت الآية. القطة أم لجراء من لحمها وشحمها، ورغم إصرار الام بي سي على معرفة هذا السر إلا أن قطتنا احتفظت به لنفسها ولله في خلقه شؤون. من منطقة زميلة جنوب العاصمة عمان، عماد العضايلة، ام بي سي. وفي الختام هذا تذكير بالعالم.